من يومين يوم الجمعة كنت في العاصمة بلف كده في العاصمة، بحب كده ايه اعمل جولة، اروح الف كده شوية في العاصمة. وانا راجع فلقيت اتنين شباب واقفين عايزين يعني حد يقف لهم، فوقفت. اتنين معاهم يعني كانوا شغالين وخلصوا شغل وعايزين يروحوا، وقفت شاوروا شاوروا عايزين ركبوا. أول ما ركبوا هما طبعا ما يعرفوش مين إلا لما ركبوا. فما ركبوا يعني خلاص اتكلمنا وخلاص يعني ورحبنا وقعدنا ندردش يعني. بقول لهم بتشتغلوا فين؟ قالوا لهم بنشتغل في الشركة الفلانية. بقول لهم النهاردة جمعة؟ قالوا النهاردة جمعة بنشتغل عشان ده دخل لينا. يومنا ب 250 جنيه اليوميه يعني، فهو يوم يعني نقدر نروح الاولاد معنا حاجه يعني 250 جنيه. فبقول لهم المشروع ده بالنسبه لكم ايه؟ اتكلم على اتنين شباب، منهم واحد متجوز، واحد من القلوبيه، والتاني من هنا. من القلوبيه متجوز وعنده ولدين وبنت، واللي من هنا عنده تقريبا ولد. واحد تندردش. بقول لهم الشغل هنا بالنسبة لكم ايه؟ قالوا مش احنا، لا عايزينك تيجي الساعة 7 الصبح، هم اللي بيقولوا لي تتفرج، اتفرج على آلاف الناس العمالة اللي شغالة هنا. قالوها بالظبط كده، قالوها بالظبط، اللي بتاكل عيش. شوفوا الكلمة، شوفوا الكلمة، وهم يعني بيتابعونا جامد. اللي بتاكل عيش، يعني بقول لهم لو ما فيش حاجه زي كده وناس. قالوا ما احنا بنسمع والله يعني، قعدنا بقول لحضرتك مشوار لحد ما وديتهم المكان اللي عايزين يوصلوه يعني. ال قالوا احنا كنا بنسمع ناس يقولوا مشروعات. طب مشروعات؟ طب هو بيقول واحد كان قاعد جنبي لمحافظه القلوبيه، بيقول له طب واحد زي انا عن ثلاث ولاد ياكل منين؟ واللي من هنا قال انا يعني متغرب وجاي من هنا وقاعد هنا ومتأجرين مش عارف شقه في ناحيه بدر ولا ايه؟ ناحيه بدر بالظبط، وبنعمل كذا اشتغل فين؟ لو المشروع ده مش انا بكلمكم على حاجه بالمصادفه، عشان كده بقول لحضراتكم فرص العمل للناس، تشغيل الناس. الرئيس في مره من مراته ويمكن مرات يمكن كتير بيتكلم على 5 مليون يا جماعه، 5 مليون بكلمك بالمصادفه، اللي جاي من هنا عشان يشتغل هنا يطلع له في اليوم 250 جنيه يوميه بتاعته. طب قاعد في البيت حط ايده على خده، مين يصرف على بيته وعلى اولاده؟ هيعمل ايه؟ طب اللي عنده 3 ولاد واللي في مدارس ولا يعمل ايه؟ واللي عايز يجوز يعمل ايه؟ لو ما عنديش النهارده عمل وعندي تشغيل وعندي مشروعات، كان عندك 5 مليون، ما هدول شغالين 5 مليون، كان مصيرهم ايه؟ مين هيصرف عليهم؟ مين هيفتح بيوتهم؟ ولا يشتغل في حاجات لا قدر الله؟ ايه الافضل؟ ايه الافضل؟ يمكن بكره اكلمكم على النهارده كنا في العاشر من رمضان، مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، كان في زيارة النهاردة، بس بكرة هكلمكم عن الزيارة، ولكن بمناسبة الكلام يعني، لأن احنا شفنا بعض. وبشكر السيد محمود توفيق وزير الداخلية وكل قيادات وزارة الداخلية واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الإصلاح والتأهيل أو الحماية المجتمعية، قطاع الحماية المجتمعية اللي هو كان زمان سجون. رجل النهاردة قاعد يتكلم إعلام، منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوقية، اتكلم مع الناس، شفنا الناس يعني دردش مع بعض النزلاء يعني. فاللي ارتكب جريمة بسبب كذا أو ارتكبت جريمة بسبب كذا يصعب عليك، يصعب عليك، لكن هو قال لك أنا ارتكبت جريمة واتعاقب.
خلاص.